وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار. وبداية، ما هي قراءتك لما اشتملت عليه كلمة جلالة الملك المعظم في القمة العربية التي عقدت اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية؟ بداية نحب نهنئ قيادة المملكة العربية السعودية بنجاح واستضافة وتنظيم وما أسفرت عنه أعمال القمة العربية. وعودة لسؤالك، طبعا كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم أكدت على نهج ومسلك مملكة البحرين في تقليب المصالح العربية ودعم العمل والتوافق العربي في قضايا جوهرية متعددة، وأكد على أن مرتكزها الإرادة الحرة والعمل الجاد والقيم الدينية والإنسانية والثروات البشرية أيضا الواعدة من أبناء الوطن العربي. كما أكد جلالة الملك من منطلق قوميته العربية المشهود لها بدعمه ومساندته بكل ما يتصل بأمن واستقرار المنطقة إقليميا، وبما تم وصفه تحديدا بالمتجدد والمتوازن، وخاصة في استئناف العلاقات الدبلوماسية وتنمية الدول العربية بإمكانياتها المتفاوتة ومواردها أيضا المتنوعة. نعم. حرص أيضا جلالة الملك على أن أولوية العمل هي أمن واستقرار وتعزيز المصالح لضمان استقرارنا في الوضع السياسي، تنمية قطاعاتنا الاقتصادية التي تفرض علينا واجب الوحدة والمصلحة العربية كآلية لمواجهة الاستهداف ضد مصالحنا. ونشيد أيضا بدعوة جلالة الملك وتأكيد على نهج السلام العادل والشامل لاستقرار المنطقة، وجهود العربية أيضا في القمع والقضاء على كل ما يمس بهذا الاستقرار الأمني. وكما جاء يعني بإعلان جلالة الملك إن شاء الله أن القمة المقبلة ستكون في البحرين، اللي ستكون بإذن الله قادرة على التحضير لها وتحقيق القرارات التي أجمع عليها قادة العرب ضمن خطط تنفيذية والاستمرار بتبني ما هو من شأنه تحقيق المصلحة للأمة العربية. نعم، بالحديث عن القمة المقبلة لنتحدث أيضا عن أهمية استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة والتي أعلن عنها جلالة الملك المعظم خلال مشاركته في قمة جدة. بلا شك أن انعقاد لها في مملكة البحرين هو يعني يثبت ويدلل تماما أن مدى مساندة مملكة البحرين للعمل المشترك، وقيامها أيضا في أن هي تواصل مسيرة الدول العربية في تنفيذ القرارات والتوقيعات التي يتم تبنيها، واللي هي طبعا تستهدف عدد من الأمور والقضايا السياسية والجوهرية، ودور البحرين أيضا الدبلوماسي في المساهمة في حل الأزمات والصراعات في عدد من الدول العربية، وأيضا استكمال مسيرة البحرين كدولة عربية في موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية في الأرض وحق السيادة، تعزيز العلاقات أيضا كدول عربية مجتمعة مع دول الجوار والعالم بما يكفل الاستقرار ويكون هو أحد السبل في مواجهة الأزمات والصراعات. أيضا استمرارنا في التركيز على مسألة الاقتصاد والتنمية وتحقيق فعلا التكامل العربي في استثمار مواردنا المختلفة وتبادل المنافع، فهذه الأمور مجتمعة يعني باستضافة البحرين لها وتهيئة الأجواء ودعم الوحدة العربية يعتبر أحد الآليات التي فعلا تلبي فيها البحرين ما عملت عليه جامعة الدول العربية في التكامل العربي. نعم، سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.